Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. مساء الخير عليكم. الزلف اللون الزل مقران pour cette dernière vidéo de cette journée. Alors pour les amateurs de la balle ronde, le CRB mène, le CRB Bellecourt mène devant l'équipe de GMA par 4-0. On joue la 47e minute. Chebeb Riyad et Bellecourt. الله يرحمك يا صلاح، الله يرحمك يا محمد صلاح. كي كنت هو وسكينة بطمين كو جو سالو في الراديو، انا نقول له بالعاني شباب الرياض اللي بالكور، هو يقول لي لا 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 راهو شباب الرياض اللي بالوزداد. سي صلاح وانا نحترمو سي صلاح ومن سكينة على بالها يا ودي، نقول له يا سي صلاح لا غالب. كيف اسمه بالوزداد نسميو عليه، كيف اسمه نسميو عليه، كانش كازرنا، كانش حاجه نتاع اللي نتاع ثوره نتاع الملعب، الملعب نورمالمون نحطو عليه كيما قال واحد، معليش هي كيما قال واحد نحطو عليه رياضي، نسميوها على كانش عندنا رياضي مليح نسميو عليها كل حاجه، جامعه نحطو عليها واحد قاري، اوبيتال نحطو عليها وكانش ميدسان. وانا نقولو ديما الشباب الرياضي اللي بالكور، ملي نعرف ملي كان حسن الماس وعاشور وكذا ومنا فريمون كان لو غران سي ار بي اللي يربح يدخل يربح يخرج يربح. دركا هاو شويه كيما قال واحد هاو عم جاب داو يجيبو شويه كيما المدرب هذا الفرنسي، هاو شويه حركهم شويه المدرب الفرنسي. وكان ناس كان الناس قال لك الشباب الرياضي بالوزداد وبدل لي مايو نتاعو كتبهم بالعربيه، يا مش قضيه تكتبوها بالعربيه، هي وصاروا اخرين في اللي كيديروا في كومونتير وي، ولازم لغه الاستعمار ولازم 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 مساكن 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 يا مساكن، ما على بالهمش باللي العربيه هذيك راهي هي لغه الاستعمار الاولى، والله لا على بالهم لي زالجيريان مساكن يشفوا على بالك، دوخوهم دوخوهم مساكن، قراو لهم الا الحوايج الغالطه على بالهم. روحوا سقسيو، روحوا روحوا قراو التاريخ قد قد، ما تقراوش التاريخ اللي قراوه لكم باسكو هذاك مزور، راهو اذا كاش ما كان الناس اللي كانوا هما اللي استعمروا الجزائر الاولين راهم هما العرب باش يكونوا في علمكم، والعربيه راهي لغه الاستعمار هي الاولى. ولو كان خير ما بين لغه الاستعمار الاولى هي العربيه والثاني اللي استعمرونا بكري كيما قال واحد فيهم حتى الترك، نخيروا اللغات كاملين الا هذه باسكو نحتاجوا عليها بعد العربيه طيشوها. وهما فرحانين مكتبو ما كانش منها يلعبوا بلي توني مكتوبين فيها مكتوبين بالفرنسي باسكو على بالهم باللي على بالهم باللي راهو كيما قال واحد لـ 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 حتى لي مايو ما يخدموش في الجزائر، حتى لي مايو حتى الصبابط ما كانش حاجه حاجه تخدم في الجزائر والو ريان ديتو، واه تحبوا تخدموا تكتبوا غير بالعربيه برك جيبوهم اونفا ماشي. هذه هي كما قال واحد اليوم الهضره نتاعنا، راح نهضروا على بون سي ار بي 4 جي ام 0 اون جو لا 50 مينوت دو جو. كان ثاني مانشستر سيتي وناو كاستيل قبيل دخلتهم 0-0، محرز ما يلعبش كان رومبلاسون، ترى نشوفوا واش راهم. الوغ اون فا فواغ وين راهم هذو، وين راهم وين راهم، الي هوب وين راكم وين راكم، مازالو مازالو 0-0 0-0، محرز ماهوش في القائمة. اتونسيون وي فوالا فوالا 1-0 بوغ مانشستر سيتي دوفون نيو كاستيل فوالا. من بعد بالك نزيدو نعطيكم النتيجة كيما قلت لكم. اليوم راه اليوم سي لا ميتون، سي لا ميتون عند بور مانشستر سيتي 1-0. نبقاو ديما نتكلموا على الحراك، ما نحبسوش ونحبسو ديما ننذروا الناس ونقولوا ردوا بالكم، راهم الناس الكل يلعبوا عليكم شابو، الناس الكل الجزائر الناس الكل تلعب عليها شابو، في الخارج يلعبوا عليها شابو وفي الداخل يخرجوا يلعبوا عليها شابو، حتى من هذو اللي عيطوهم هما جمعية العلماء المسلمين، جمعية العلماء كي تقول انت العلماء تقول هادو راهو
واحد عنده ماستر ما عرف في واش يقولوا في النيوكليير، واحد عنده من ما عرف واش عنده، واحد منا هما راه والله العظيم اللي يسعوا، واحد منهم والله بالك حتى لكل ما راحش قرا القران عند في واش يقولوا في الجامع كيما قال واحد، ودار اللحيه ودار الاخر ويجي، وحتى هذو يسمعوا نورمالمون نورمالمون مش نعيط لهمش جمعيه العلماء المسلمين، ما صحش العلماء كيما قلت لكم العالم لازم يكون انصافون انصافون، يكون دار حاجه باش نعيطوا باش يولي عالم، باش يولي عالم لازم يكون اوموا دار حاجه. مي هذو ما واش يديروا، ويجي يديروا يعرفوا غير ياكلوا ويرقدوا ويروحوا، هذا واش يعرف، هذا واش يعرف. هذا هذو حتى هما باش تشوفوا لو بورت بارول تاعهم، باش يكون في عندكم لو بورت بارول تاع الجمعيه هذه، حتى هي تلعب شابو على الجزائر، وحابه هذه الجمعيه هذه الناس فيها ناس كانوا مع جبهه الخراب ماشي الانقاذ، جبهه الخراب خاطرش نقولوا الجبهه الاسلاميه انقاذ تنقذ، مي هذه جبهه الاسلاميه للخراب. هذا البورت بارول تاعو سي مرزوق حناشي حنشالي، خنشالي ان شاء الله ما يكونش من خنشله برك، خنشالي هذا خاطرش ما نظنش كاين هو من الوهر، ما نظنش يكون من خنشله باسكو. اسمعوا شوفوا، اسمعوا شوفوا واش يقول السيد هذا سي خنشالي، هذا اسمعوا هذا البورت بارول تاع تاع الجمعيه هذه الجمعيه اسمعوا شوفوا، او مع الاخوه المجرمين هنا اسمعوا، او جاسي خنشالي هذا راهو بورت بارول تاع جمعيه ال، انا ما نجيش نقولهم العلماء، جمعيه الجهلاء المجرمين هاهم. اسمعوا واش يهضر، الميكرو هذاك داروه هو، الميكرو هذاك داروه الجماعه نتاعو فهمت. هي لنا هذه الفرصة الطيبة لنلتقي بهذه الوجوه الكريمة ونستمع إلى هذه الكلمات الطيبة. سنخي نعديه شوية باسكو خي تعرفوا هما واحد كيحكي من الميكرو من الجماعة هذو يبداو يشعروا، يبداو يشعروا يبداو فوالا. اسمعوا أو يهضر على الدعوة الفيس الذين ماتوا تحت الإقامة الجبرية، وبدأت الصحوة الإسلامية بدأ الحراك إلى سنة 1988 حيث انطلق الربيع العربي قبل الربيع العربي، انطلق ربيع الجزائر قبل الربيع العربي، وكان في ذلك الخضم أن تأسست جبهة الإنقاذ الجزائرية جبهة الخراب تمدت قوتها وزخمها من الحركات الإسلامية ومن جهود العلماء قبلها ومن جهود المقاومة قبلها، فاكتسبت قلوب الشعب فوالا، والتف حولها الشعب الجزائري فوالا، فدخلت في الانتخابات. أيوة. دخلت في المعترك السياسي ودخلت في الانتخابات ففازت فوزا سحيقا في الانتخابات المحلية في المجالس الشعبية الولائية والمجالس الشعبية البلدية، ثم بعد ذلك فازت فوزا سحيقا بعد كيد ومحاولات تخطيط للطريق عليها، ولكنها رغم كل ذلك فازت في الانتخابات التشريعية بنتيجة يعني لا تصدق وهي 80%، لم يحزها حزب من الأحزاب ولا نظام من الأنظمة ولا أي واحد من الناس في التاريخ، فازت 80%. فعرف بعد ذلك أذناب الاستعمار أن هذه الجبهة، على بالكم شكون هما ذناب الاستعمار؟ أو يهضر على الحكومة أو على الدولة الجزائرية. ها السي محمد هذا يهضر يقول هذا راهو مع جمعية الجهلاء المخربين، هذو اللي عيطهم جمعية العلماء المسلمين، هذا البورت بارول تاعهم. هذا وراهو في وهران
ويقول للسلطة اذناب فرنسا، اذناب فرنسا باش تشوفوا هاكم تشوفوا واش راه يقول هذا. وهذه الحكومة والله ساكتين ولا تقول ما قال والو، تقول السيد هذا ما نجموش يتكلموا معاه باسكو علاش؟ قلت لكم راه يخافوا من الاسلاميين. نزيدوا نعقبوا نعقبوا باش نوصلوا وين يزيد هو يقول لهم باللي راهم قتلوا 200,000، يقول لهم باللي قتلوا 200,000. ما على بالوش هذا السيد هذا يحب يغلط الناس، ألوغ هو هو وصحابه نتاع الفيس هما اللي قتلوا 200,000، ماهيش العكس، هما اللي ذبحوا 200,000 وهما اللي اغتصبوا النساء باسم الاسلام، وهما اللي اغتصبوا كيف اسمه الاولاد وقتلوا الاولاد باسم الاسلام. هاد الناس هادو وهو يحب يعطي لاكوز ل ل ل ل كيف اسمه الجيش ولا لاكوز، وواحد يتكلم معاه واحد ما يتكلم معاه. مبصح واحد صحافي كي يكتب ولا منا تشويت يروحوا يزربوه يروحوه في الحبس تشويت فوالا. بون دوك نروحوا لهذا السيد هذا نعقبوه شويه باسكو ما يصلحش نكملوا به كيما هكذا هو يبلاقي. اسمع شوفوا اسمع دوك شوفوا وبمساعده ازياده من الغرب فوالا فرضوا حصارا اعلاميا على الشعب الجزائري وعلى الجبهه الاسلاميه الجزائر الجبهه الاسلاميه الجزائريه وعلى الجرائم التي ارتكبت في حقها وعلى يعني ومن هذه يعني من هذه الامور التي نتجت عن هذا عن هذا القطع قطع الانتخابات ومصادره الحقوق الى غير ذلك. يعني سجلت فقط نقاط قليله يعني حتى اكون مركزا اعرضها عليكم. 200,000 قتيل التي ما يعرفش مسكين حتى نيش بدي يقرا عن الانقلاب. اي انقلاب انقلاب انتم اللي درتوه الشرعيه في الجزائر اول 250,000 250,000 عشرات الالاف من الجرحى حوالي 20,000 مختطف. هذو كل 20,000 مختطف هما اللي خطفوهم، هذو تاع الفيس هما اللي خطفوهم. 20,000 مختطف راهو نتاع الفيس اللي اختطفوهم وهو يحب يرجعهم على الدوله. وواحد اللي نجم يتكلم من جماعه الحكومه من اللي خطاش عليه يخافوا يثوروا لهم الجماعه نتاعهم، الوغ كو الجماعه نتاعو بعد هما يقولوا احنا اللي قتلنا وحنا اللي درنا هذا الشيء كامل. وهو هاك تشوفوا كيفاش يهضر قدام الناس يحب او مع العلماء نتاعو زعما. اصلا تشوفوا وانا جاي يروح السيد هذا واش يقول على الاخر فوالا، دوك تسمعوا واش يقول على الاخر. مصالحة بين الظالم والظالم فوالا، أما المظلوم فتحت الأقدام فوالا. مصالحة لم تحضرها الجبهة الإسلامية للنقاب ولم يعترف بها كطرف ولم يوضع لها أي حساب، وإنما هي مصالحة سموها مرة مصالحة مرة موأمة مرة كذا إلى غيره، ولكنها أسماء في غير محلها كالهر يحكي انتفاخ. اسمعوا اسمعوا واش يقول، اسمعوا كما قال ذلك اسمعوا واش يقول جماعة الحراكيين اسمعوا. عبد الله لما فقد الأندلس نفس الشيء. هذه أيها الإخوة الكرام حالة الجبهة الإسلامية، أما حالتها اليوم حالة الجبهة الإسلامية اليوم لا تزال الجبهة الإسلامية على قوتها بإذن الله، ولا يزال الشعب الجزائري لا يثق إلا في الجبهة الإسلامية. وسأذكر لكم حادثة بسيطة أو شيئا بسيطا. بون ما نزيدوش نعيطو باش كيحضر على علي بن الحاج يحضر منا. السيد هذا قال لهم باللي راهي الجبهة الإسلامية ما زالت على هي عنده الحق، هو عنده الحق يعني ما غلطش، هو ما غلطش، هي الجبهة الإسلامية ولا تحمى هذه الجبهة الإسلامية للإنقاذ، أنا نعيط لها الجبهة الإسلامية للخراب، هذه عنده الحق يقول كيما هكذا باسكو راهم ينشطوا في 48 ولاية أو تنحاو من الكارت برك باش نتفاهموا مليح. وعلاش قلت لكم أنا حبسوا الحراك هذا منا باسكو 80% نتاع الحراك هم من الجماعة نتاعهم هذو نتاع دباحين هذو اللي ذبحوا الاولاد وقتلوا الاولاد وحكموا حتى النساء بطلهم الكروشهم وجبدوا لهم منهم الجنين. هاد الناس هادو لي كريمينال داروا حوايج، لو كان نقعد معاكم ونحكي لكم انا للصباح ما تصوروش واش داروا الناس هادو. والله يا هتلر لا داروا، والله 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 يا هتلر لا دار هذا الشيء هذا.
وكاين واحد الواقعة صرات في ولاية خنشلة في قيس، جاو خطفوا واحد من خطفوه داوه في الليل مسكين من قيس، او دوك نجيب لكم الاسم نتاعو ولا النون نتاعو ان شاء الله بحول الله، وخطفوا فيهم حتى واحد من 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 عائلته فاق به هذا السيد هذا. بعد كي شافوا عرفوا قالوا علاه علاه فلان، قالوا واش درت لك انا، جاواه داوه قال لهم غير الصباط، قالوا له ما تلبسش الصباط يلا اخرج، خرجوه في الليل هذا السيد هذا، رغم ان كانت خنشله يعني واش نقول لكم الوقت هذاك يعني اللي يدخل خنشله سياره ولا منه ولا منه بصح لا غالب، واش تحت كونترولنا في ناس كيما هذا واحد بن عمو معاهم واش ونورمالمون نورمالمون يفتحوا تحقيق، هما عنده الحق كي كان يقول يقول هذه المصالحه والمغالطه، هي مش مصالحه مغالطه نورمالمون، حتى تكون مصالحه دي كريم كيما هذا يفتحوا عليهم تحقيق، ما فتحوش ريان دي تو. هذا السيد هذا مسكين خرجوه في الليل وداوه وما رجعش، حتى الصباط نتاعو ما لبسوش مسكين. الصباح ثاروا هما ليه ثاروا بداوهم، جاوا الناس داوهم، جاوا الناس داوه وبداو يخرجوا يحوسوا، وبداو يخرجوا يحوسوا، من بينهم كانت حتى طفله بنتو تحوس معاهم. وعلاش الطفله مسكينه بنتو ما تهزش راسها في الواحد الشجره وتشوف في راس باباها معلق في الشجره وتقول لهم باللي هاو بابا هاو هاو بابا هاو هاو بابا هاو، الو كي مش باباها مسكينه غير راسو برك، باسكو الجثه ما نعرفو نطيشوها في بير ولا ما نعرفو نطيشوها ولا ما نعرفو ندوها، الا الدماغ نتاعو برك اللي معلق في الشجره. هاد الناس هادو هاد الذباحين القتالين هاد الناس هادو اليوم مازالوا يحبوا يرجعوا، مازالوا كيما قال لك واحد راه عنده الحق واش يقول هذا هذا البارت بارال تاعهم اللي راهو قاعد يخلص في جمعيه المخربين، جمعيه هذو لي زينيورون هذو اللي عيطوا لهم هما منا، وراهم في الحراك. وهذا السيد بعد هذا بعد يبارتيسيبي معاهم في الحراك ويدزوا في الناس ويدزوا في الشعب، والدوله الحكومه ضعيفه ضعيفه ضعيفه، ما دار ما دارت والو ما دارت والو يعني 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 باش يحبسوا الناس كيما هذو. ادرك الناس كل حبابه وصحابه مام هذاك العياضه هذاك منا يستعرف باللي هما بعد اللي كانوا يقتلوا كانوا يذبحوا كانوا هما بعد يذبحوا هما بعد، وهذا يحب يبررهم وقال لك حكا حكا راهم اذناب الاستعمار، ما نجمش غير يقول بلي فرنسا هما اللي يديروا، ما نجمش هما كل شيء يروحوا على فرنسا. حتى وقت الاستعمار بعد وقت فرنسا بعد الجرائم الكبرى داروها هما، والله غير داروها هما، والله ما هي فرنسا، والله ما هي فرنسا، وما نرجعوش نحفروا نحفروا منا. حتى نتاع خنشله كما قال واحد الناس اللي ضرب باش ما نسميوش الناس من بعد يقول كيفاش تهضر باسمنا ومنا ما نهضر حتى بواحد، حتى الناس في خنشله في باتنا في الجزائر كاين ناس هما بعد اللي قتلوهم هذو جماعه الذباحين هذو ماشي فرنسا، هما ركاو على فرنسا، الناس اللي راهم على بالهم الناس وعلى بالهم الشهادات كاينه. بون هذا السيد هذا اللي من جمعيه هذو اللي عيطوا لهم هما العلماء، انا ما نجيبش نقول لهم علماء، هذا بعد يشارك في في في, في الاخر دوك تشوفوا يشارك بعد في 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 الحراك. ها هو لكم يخلي شي صورة فوالا، هاي بدا يريد واش ما يخليش يصور فوالا ها لي جينيرو على بوبيل، واحد كيما هذا يمشي معاهم يقول لي جينيرو على بوبيل، مازال مازال سنو تشوفوا ماشي حاجه مدرقه، روحوا تشوفوه في كل بلاصه راهو كاين في كل بلاصه فوالا هوب ها هاو في الوسط لهيه. دونك السيد هذا يمشي معاهم حتى هو في الحراك، هو راه بورت بارول نتاع الجماعة هذو اللي عيطوا لهم هما جماعة ال جماعة ال هذو ما عرفت اسمهم يا ربي جماعة ال جماعة ال جماعة نتاعهم هذو العلماء العلماء، وهما من الجهلاء خاطش نورمال تواتيهم لو كان داروا جماعة الجهلة المسلمين وي. وكيما قلت لكم انا الناس هاكم رجعوا بقوة رجعوا بقوة، والحكومة ما قدرت دير لهم والو وراهم يسناو يسناو كيما قال واحد باش حتى غدوة لو كان يكون
لو كان يكون غدوة كيف اسمه انتخابات سي سيور راح يديوها هادو، راح يديوها الناس هادو ويوليو نوليو للتسعينات. وعلى هذا كنا حنا كنا الناس الديمقراط قلنا لهم يا ولدي انعلوا الشيطان ردوا بالكم، ما تخرجوش مع الناس هادو، ما تخرجوش معاهم، خليهم بينهم بين السلطة. السلطة على بالها بهم، السلطة هي اللي خلاتهم، السلطة هي اللي بالعاني تخلي فيهم باسكو على بالها تقول لك يجيو هادو ما يجيوش الديمقراط. السلطة على بالها باللي لو كان يجيو الديمقراط رايحين الجزائر يخرجوها من المشاكل هذه اللي فيها، ما يحبوش يفل با. كيف اسمه قوات الامن قضات على الارهاب في فاش يقولوا في فاش يقولوا في الميدان، قضات على الارهاب. بقات غير كيما قال واحد حاجه صغيره برك نديروها ونقضيو خلاص على الارهاب، ما حبوش قلت نو. ولا راحوا هضروا معاه وارواحوا وهبطوا كذا ومنا وما يصاركم والو، وهم قاعدين يخلصوا اخرين، هم قاعدين يخلصوا في ديالهم وقاعدين يخلصوا مجاهدين زعما. الناس اللي قالوا باللي رانا ذبحنا ناس وقتلنا ناس راهم قاعدين يخلصوا. مزراك قال لهم اون بلان تيليفزيون، تحبون نجبدها لكم ولا نجبدها لكم؟ مزراك قال لهم وي قتلت، قال لهم قتلت العسكر تاع الجزائر تاع الجيش تاع الجزائر، قال لهم خاطرش راني ندافع على روحي، خاطرني ندافع على روحي. ورا واحد اللي هضر معاها وقاعد اليوم يخلصوا بالك وعنده جيش تحته، جيش قدو قد تسخط ومالف حتى يروح الجيش ويديروا الجمعه الصيفيه نتاع الاياس نتاع هذو نتاع الارمي هذو نتاعهم اللي كانوا في الجبل. دونك ما على بالي بلي احنا ما نروحوش بعيد، علاش؟ باسكو هذه الجزائر ديجا هذه المصالحه هذه عيطوها المغالطه اكل هذو بعد جماعه الانقاذ هذو بعد احنا ما نعرفوش بها. دارها سي بوتفليقه باش يبقى في الحكم ترونكيل، هذا ما كان نسيتو الوغ كو المرض باقي هو هو، باقي هو هو. وانا على هذا نقول للناس يا ناس ردوا بالكم ما تخرجوش مع الحراكيين. راه على واش تخرجوا برك؟ قولوا لي على واش تخرجوا؟ تخرجوا باش تجيبوا الذباحين هذو يحكموا في يحكموا فيكم؟ كان راح تجيبوا الذباحين هذو وقولوا فرد خطره قال ولدي نحبوا نجيبوا الذباحين، خاطرهم جايين جايين يتنحى هذا البوفوار بوليسيي هذا يجيو هما. دير الديمقراط واحد اللي ينتخب عليهم، شكون راح ينتخب على دولة الديمقراط؟ واحد عندك شعب وجدت انت الشعب هذا اللي راح يفوتي على الديمقراط، ياك تشوفهم هم ياكلوا في ياكلوا في في, في القمح نتاع فرنسا ويسبوا في فرنسا، هم ياكلوا في القمح نتاع فرنسا ويسبوا في فرنسا، يداويو بالدواء نتاع فرنسا ويسبوا في فرنسا. كيف اسمو يديروا في هذا في الفيسبوك، هذو يخدموا في الفيسبوك، الفيسبوك ما تلقاش واحد ما عندوش فيسبوك، ويسبوا في اليهود، يسبوا في اليهود، اليهود عليهم النعل ولازم نحيوهم من الخريطه ولازم. هذا شعب كيما هذا انت يعطيك غدوه الصباح الانتخابات، يعطيك غدوه الصباح الانتخابات، يمدك انت نضرب عليه ديموقراط، يعطيك واحد كيما هذا ما على بالوش باللي هذا الفيسبوك هذا اللي داروا راهو يهودي، اللي داروا سيدو سيدو يهودي هو اللي دار الفيسبوك هذا، وهو يكتب ويسب فيه، وهذو اليهود وعليهم النعل ونحيوهم من الطريق وما نعرف. الو ما على بالوش مسكين المخبون هذا، ما على بالوش بلي هما اللي قادرين ينحيوه ماهوش هو اللي ينحيهم. ثاني نحي هما كيحبوا ينحيوه بالكلافي برك، ها يشطيوه بالكلافي، ما كان لا يجيبوا له العسكر نتاعهم ولا يجيبوا له الجيش نتاعهم ولا منا. وهو مسكين ويحسب كي عاد هكذا عنده كلاش وعنده ما نعرف واش عنده، يحسب مسكين ويقدر يدير حاجه مع مع مع, مع هاد الناس اللي كيما قال واحد عندهم هذه سيتي مع عندها 10 سنين كي خطره داروا الناس اللي عندهم السلاح بزاف عندهم هما تقريبا 200 تيت نيكلوير اللي عندهم هما. وانت يا سي محمد واش من تيت نيكلوير عندك انت؟ والله غير حبيت نقول كلمه بصح كي عاد راني في الناس راح يسمعوني نحشم والله. انت شكاره نتاع حليب ما لقيتهاش، شكاره نتاع الحليب، وانتوما وحنا ونديروا ونقطعوا العلاقات ونقطعوا المنتجات نتاع فرنسا، واليهود كلاب بني كلاب، وليزامريكا كلاب بني كلاب، والغرب كلاب بني كلاب، ومنا. وهذا السيد هذا سي محمد هذا راكم تشوفوا كيفاش نتاع العلماء هذو المخربين هذو، او حتى هو
وحنا وندير وندير واذنا بفرنسا ونعرف واش هو. هو السيد هذا كون تشوفو تلقاو يتفرج في التلفزيون تاع فرنسا ويداوي بالدواء تاع فرنسا وياكل في القمح اللي جا من فرنسا. دونك الناس كيما هذو نتوما واش حبيتو برك يجيبو لكم، واش حبوا واش تسناو منهم يجيبو لكم ناس كيما هذو. هذو هما الناس اللي تحبوا نتوما تنحيو لو بوفوار بوليسيي. ها اليوم لو كان ماهوش في عده ولايات، كثر خير لارمي اللي خرج، كثر خير جب الجيش اللي نحييه اللي خرجوا ينحيوا في الثلج وترمو تبلوكاو ما عادش تحركوا تبقاو تموتوا كي الدجاج. كثر خير كيف اسمه الجيش الوطني الشعبي اللي اذا ارهاب يخرج هو، واذا مطر يخرج هو، واذا ثلج يخرج هو، واذا منا وانتم واش تعرفوا ديروا تاكلوا وتروحوا للتواليت. هذا واش تعرفوا، هذا واش تعرفوا انتم؟ ولا تربي اللحيه والقميص وقال الله قال الرسول وجاي تحكم بلاد تسير بلاد نتايا تسير بلاد الوغ لا الوغ لا. على هذا قلنا احنا للناس يا ولدي لي ديموكرات يا ديموكرات ما تخلطوش، نو فو ترومبي با دينمي، نو فو ترومبي با دينمي. لينمي نتاعكم راهو هاد الناس هادو، راهم هاد الناس هادو اللي يجيو باسم الاسلام ويحبوا كيما قال واحد يحبوا باسم الاسلام يوصلوا للسلطه. ها يوصلوا السلطة باسم الإسلام ويحبوا يديريجيو لو بيي ألور كو على بالهم بلي سيادهم راهم ما يخليهمش، سيادهم ما يخليهمش. علاش؟ شكون هما سيادهم؟ هي فرنسا، هي ليزامريكا، هما الإنجليز، هما اللي سيو في العالم، ماهمش هذا الغشي هذا اللي كيما قال واحد يرقد حتى يتنفخ وكيثر كيما قال واحد يلقى القمح نتاع فرنسا والحوايج تاع فرنسا والخيط نتاع فرنسا والاباري نتاع فرنسا ومنا ويسب فرنسا ويسب الانجليز ويسب الامريكان ويسب الغرب وكل كفار كلاب لي كلاب وكل الا هو برك. دونك يا ناس ما تغلطوش ما تغلطوش ما تغلطوش. الانمي نتاعكم يا ناس راه ماهيش فرنسا، العدو نتاعكم والله ما هي فرنسا. فرنسا خرجت طيشت لكم الكواغت وقالت لكم هاي ليكم دوغول يخي تشفاو دوغول روحوا تقراو قال لهم جي فوزي كومبري حبيتوا الاستقلال ها هو ليكم روحوا خدموا بلادكم روحوا ديروا واش بغيتوا. ها واش قال لكم دوغول طيش لكم صافي عندها اكثر من 50 سنه واش هما نتوما ما قدرتوش تسيروا البلاد وليتوا اشاك فوا وين تصرا حاجه تنعتوا فرنسا بالصبع. فرنسا دات لنا لازم يعطيونا الجماجم لازم يعطيونا لي زارشيف الوغ حتى الحليب ما نجمتوش توفروه للشعب. الحليب ما قدرتوش تلقاوه وغاشي نتاعنا مسكين لا غالب عليه غاشي دوخلو مخو ما على بالوش. راكم تشوفوا كيما قلت لكم قبيل ما على بالوش كون تقولوا شكون هما واش يحسبوا الشعب او يحسبوا غير فرنسا برك اللي جات استعمرتهم ما على بالهمش باسكو على واش قراوهم في حوايج غالطين غلطوهم. دونك واحد كيما هذا اللي كيما قلت لكم انا السيد هذا الخنشالي هذا هو لو بورت بارول تاع كيف اسمه تاع الجمعيه جمعيه اللي عيطوا لها هما ديما نقول لك اللي عيطوا لها هو جمعيه العلماء باسكو انا ما نستعرفش بواحد عالم اللي عنده كاتريم مويان اتخذ كعاد عالم عنده السنه الرابعه ولا ما عندوش خلاص ويسمى عالم ملا اللي عنده ماستر ولا عنده ما نعرفوش يسميوه ملا. السيد هذا عنده السنه الرابعه ولا قرا في الجامع يعيطوا له علم. هذا خنشالي هذا علم علم كبير خلاص. الوغ هاد الناس هادو يجريو باش يديروها دوله اجراميه. الحراك راهم في 80% هما ولي ديموكرات مساكن يقولوا دوله مدنيه ماهيش عسكريه. مش مدنيه كيفاش؟ فهمونا في المدنيه هذه واش هي. اذا المدنيه لائكيه وي بصح شكون اللي يحب دوله لائكيه مدنيه؟ شكون؟ 5% 5% في الجزائر يحبوا دوله لائكيه بصح الباقي 95% حابينها دوله اجراميه. علاش ما نقولهاش انا دوله اسلاميه؟ باسكو حاشاه الاسلام. الاسلام عمره ما يقول روحوا ذبحوا الناس، عمره ما يقول روحوا اغتصبوا الناس، اغتصبوا النساء باسم الاسلام، جامي قال الاسلام هكا. مي هما يذبحوا الناس ومادام يذبحوا الناس يسموا دوله اجراميه. فوالا دونك حابين ينحيوا الدوله البوليسيه باش يديروا الدوله الاجراميه. وعلى هذا نقول نحذركم يا ناس ونقول لكم او يجي نهار
لو كان الله لا يقدر الله لا يوصلنا لها النهار هذا اللي راح نستنى فيه يجي وما يجيش. ونذكركم ونقول لكم يا اخي كنت نقول لكم باللي ردوا بالكم، خاطرش لو كان يجيو هاد الذباحين هادو ويحكموا البلاد باش سوا بالانتخابات ولا يكون فيها تخلط البلاد وهما راهم مسجين رواحهم هازين السلاح وكلهم مسجين رواحهم، حتى السلاح اللي سرقوه واللي داوه راهو مازال عندهم باش ينتبهوا مليح، راهو مازال عندهم السلاح اللي سرقوه للجيش وكيقتلوا الجيش وداو لهم السلاح نتاعهم كل راه مازال في الجبل ومازال عندهم. دونك ردوا بالكم، ردوا بالكم، لو كانت تخلط راهم هما اللي راح يديو للحكم، واذا داو الحكم راه ما يروحوش بعيد، اذا ما راحوا اذا داو الحكم راهم في 6 شهور ميم با ميم با ونشفيكم في النهار هذا 6 شهور يصبح الناتو يبومباردي في الجزائر بذريعة مكافحة الإرهاب، ما يضالوا الطيارات يبومبارديو في الجزائر وفي وهران وفي قسنطينة وفي باتنا وفي وروح وروح وين كانت بلاصة فيها الجيش كامل يبومبارديوها باسم هذه واش يقولوا مكافحة الإرهاب، خاطرش ما يقبلولكش لي جوندارم دي موند ها كي سوا الامريكان ولا كيف اسمه الانجليز ولا فرنسا ولا الطاليان ولا لي زونسي لوروب كامل ما يقبلولكش، كيفاش يقبلوك دير لهم انت دوله ارهابيه في لا ميديتيراني؟ محال. شفتوا وين شفتوها انتم هذه؟ محال. دارها حتى كيف اسمه في المغرب احبابنا المغاربه ما داروش دوله الاخر، جابوا عطاوها لهم، عطاوها لهذا السيد هذا الاسلاموي هذا كي عطاو له الحكومه قالوا له سير، مسح حسن سيس هو اللي يسير كل شيء، هو قاعد هاكم شوفوا هاهم جابوا له اليهود قالوا له سني سني، مي مش كيما عندنا حنايا، حنا عندنا الذباحين، حنا اللي كون يحكموا يذبحوا الناس الكل، حنا عبد الربيع الذباح اكبر ذباحين في العالم هما الجزائريين، باش انتبهوا مليح، اكبر ذباحين في العالم هما الجزائريين، باش انتبهوا باش ما نغلطوش روحنا ولا نقولوا منا، ربي يسمح للمغاربه، ربي يسمح للتوانسه، ربي يسمح لافغانستان، حتى افغانستان والله لا داروا كيما داروا جماعه الجيا وجماعه جي اس بي سي وجماعه لاياس وجماعه، والله يا الشيء اللي داروه هما راني قلت لكم والله يا هتلر لا داروا، علاش هتلر حكم فتح الكرش نتاع المراه وجبد منه الجنين؟ ما كانش ما كانش في التسعينات يا ناس باش ما يكذبوش عليكم، راه كي نخرجوا الصباح نلقاو الدمغين نتاع الناس يطيشوا كي البلايط في واش يقولوا في الزقاقات، كي البلايط في الزقاقات، حتى الولاد مساك حتى الولاد ما منعوش منهم، ولاد صغار لحقوهم وذبحوهم، ويحبوا يحبوا يمسحوا الموس في سيادهم في قوات الامن، وهي لو كان مش قوة الأمن علاش يحبوا يمسحوا فيهم هما خاطرش هو اللي ما خلاهمش مش قوة الأمن، والله العظيم راه مش 200,000 راهي 6 ملايين اللي ذبحت وروح وروح باسكو هما حبوا ينحيوا 6 ملايين كل أكثر، المشروع نتاعهم هو كيما قال لك نحيوا 6 مليون 6 ملايين لايكي و6 ملايين كل نحيوهم بوليسية وعسكر كل 6 ملايين ينحيوهم، دونك هاد الناس هادو مجرمين، هاد الناس هادو لازمهم كيما قال واحد هادو جماعة اللي هازين السلاح وهادو منا لازمهم كيما قال واحد كي سوا اكستيرميني، والشاه هذا مسكين الغاشي هذا لازم يولي ويفتحوا له مخو وينعتوا له خاطر هما خضروا له مخو، دونك لازم دوك ينحيوا له التخضير هذاك باش يعرفوا باش الناس هادو باللي راه ماهمش ربي اللي بعثهم، الناس هادو راهم مجرمين راهم مجرمين، تعرفوا شنو مجرمين؟ مجرمين، ربي عمره ما قال للناس روحوا تقتلوا الناس، جامي، حتى لو كون لقاو آية مكتوب فيها باللي روحوا تقتلوا الناس، راهم هما اللي كتبوها، ما ربي ما يقولش كيما هاك، خاطش ربي هو اللي لو كان يعني يحب يدير حاجة يدير حاجة، ما يستناكش لا أنت لا أنا، ما يستنى لا بوش لا هذا كيف اسمه الرئيس تاع فرنسا لا الرئيس تاع أمريكا، ما يستنى حتى واحد، كيحب يدير حاجة يدير حاجة، مي هاد الناس هادو مجرمين. مجرمين اكبر الجرائم داروها هما في التسعينات، اكبر جرائم في العالم داروها هما في التسعينات، اغتصاب ذبيحه قتيله اختطاف طرواع ما خلاو ما داروا ما خلاو ما داروا، واليوم راكم تشوفوا راهم مازالوا كيما هاكم تشوفوا كانوا اخرين حتى راهم في السلطه بعد دخلوهم حتى في السلطه اخرين اخرين بعد مازالوا كيما هذو تاع الفيس هذا تاع الفيس هو مازال في جمعيه هذو اللي عيطوا هما جمعيه الجهلاء المجرمين، هاو يمشي في الحراك وراه يسلك وراه كذا وراه منا، علاش؟
بالعاني المخطط نتاعهم كما قال لهم قبيلته وقال لهم بلي احنا رانا نرجعوا، قال لهم ترجع ان شاء الله وثانيه تروحوا تشوفوها فاش يقولوا باش ما تقولوش بلي راهو احنا قاعدين نهضروا لنا بروتوكوا ولا هو اللي قال، مانيش انا نقول. وعنده الحق، عنده الحق كيقول كيما هكا باسكو على بالو واش راهو صاري. اللوسي سي محمد هذا بلي راهم قويين وراهم اذا داروا انتخابات يديوها هما واذا تخلطت البلاد يديوها هما باش نتاهموا مليح. هذا ما غير اذا الجيش مسكين كيما قال واحد اشاك فوا الجيش مسكين الجيش مي الجيش غلب صاحبي او الوقتاش هو الجيش مسكين يساكريفي في روحو الوقتاش غلب. شنو تشوفوا دوك نعطي لكم كيكمل باش ما تقولوش السيد هذا يهضر نيمبورت كوا. سمحوا لي شنو تشوفوا دقيقه برك. الان ممنوع من ان يتحرك من بيته. هذا يهضر على علي بالحاجه. في البدايه منعوا عنه ان يخرج من الجزائر العاصمه، فكان كلما ذهب الى مسجد ليصلي المسجد راح يدير الفتنه مش يصلي. جموع الناس كذاب، تلتف حول جميع الناس تلتف عليه شي نورمال، فيقول كلمه فيؤخذ الى السجن. فمنعوا عنه صلاة الجمعة، ومنعوا عنه وكل فصار يخرج ليصلي الجمعة خارج العاصمة، خارج الجزائر العاصمة، ويذهب سرا حتى لا تعلم المخابرات انتقاله من العاصمة. ويهضر على المخابرات زعما المخابرات تاع الجزائر كل يهضر على المخابرات تاع فرنسا. إلى مدينة من المدن وصلى فيها التفت حوله جموع كثيرة. إيه؟ من الناس وكأنه كان على موعد معه، فاضطروا لأن يمنعوه من الخروج من العاصمة، والآن اضطروا أن يمنعوه من بيته. والجمعة بالأمس فقط أخذ من أمام باب بيته وهو خارج للذهاب للصلاة، 60 جمعة منع فيها من الصلاة، 60 جمعة لم يصلي الجمعة لأنهم يخافون منه. دولة، ما رأيكم في دولة فيها 40 مليون ساكن تخاف منها؟ ايه عندك الحق هذيك، هذا عندك. لولا ان للجبهة الإسلامية قوة لا تزال كاملة في الشعب الجزائري اليوم، وإننا نبشركم انه ستفتح بإذن الله هذه الأزمات وستكسر هذه الأغلاق والأقفال، وستعود الجبهة الإسلامية إلى الساحة لتقيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. راكم تسمعوا يا جماعة؟ راكم سمعتوا يا أخي؟ إيه هما كذبش، هما كذبش، باسكو هما راهم على بالهم، راهم باتصال، راهم يخدموا، وجماعة راهي قاعدة، جماعة تاع الحكومة راهم قاعدين وعلى بالهم بهم. أو على بالهم بهم وخلاص، مي سامبلومون يقول لك كي التسعينات يقول لك خلي كي نهار يديهما ومن بعد يخش الجيش كيما قال واحد، ها تولي فيها ذبيحات واقتلات كيما التسعينات ومن بعد يديروهما يجيوهم يحطوا اللي يحبوهما وتبقى هكا الجزائر. هذه هي، هذه هي، هذا هو واش راهم يديروا. هادو ناصبينها على الشعب المسكين وهذو ناصبينها على الشعب المسكين، في زوج هذو اللي حاكمين الحكم ناصبينها، وهذو جماعه الذباحين ناصبينها فعلا الشعب. هذو الذباحين ما حبوش يفهموا بلي راهم يقدروش يحكموا، راهم محال واحد كيما هذا راه قاعد يضرب في الريح بهراوه مسكين. هذا يقول نديروا كتاب الله ونديروا منا، راه قاعد يضرب في الريح بهراوه، راك عمرك ما ديروا والله ما ديروا، حتى لو كان الجيش بعد الجيش الجزائري ينسحب يخرج يروح يمد السلاح نتاعو ويروح، وتجيو نتوما وتهزوا السلاح نتاع الجيش بعد وتحكموا نتوما الجزائر، والله لا ديروا الدوله نتاعكم هذه، والله لا ديروها. يا لو كان تشوفوا لو كان مع على بيت على 200 الف سنه، خاطرش سيادكم ما يخليوكمش سيادكم، فرنسا ما تخليتكمش، الامريكان ما يخليكمش، ليتازوني دامريك ما يخليكمش، الانجليز ما يخليكمش، لي زوروبيان ما يخليوكمش، دير لهم دوله ارهابيه بحذاهم ما يخليوكمش، محال والله العظيم. يا الجزائر غير يرازيوها ما يديروهاش كي ليبيا ولا كي سوريا، والله تترازع وما يخليكمش ديوها، والله لا يخليكم ديوها. هذا هو
حنا قلنا ونبهنا وقلنا للناس يا ناس سيرتو للديموكرات، قلنا لهم ما تعندوش الناس هذو ما تخرجوش معاهم، خليهم بينهم بين السلطه باسكو هما لا هذو رابحين لا هذو رابحين. نتاع السلطه هم راكم تشوفوا في البلاد والريحه، حتى الحليب ما كانش في الفريزيطاجير. الامر المرض هذا زاد هدك الدنيا، لعب الناس اللي بي ديفلوبي وراهم تقاسوا في الايكونومي، خليها الجزائر. البترول راكم تشوفوا فيه كيفاش راهو هابط، الحاله ما كان وهما كيما هما راهم مازالوا، وحنا ونديروا الجزائر الجديده وما نعرفوش قاعدين يكذبوا على ارواحهم. وهذا هو وعلى هذا حبينا نقولوا للديموقراط ما تشاركوش هاد الناس هادو المهزله نتاعهم، خليهم يخرجوا في الزقاقات، خليهم يعيطوا، خليهم يديروا واش يحبوا، راه محال باش الحراك هذا يجيب حاجه، ما يجيب والو، يجيب الا الخراب. الحراك هذا راه يجيب الا الخراب، خطراش الحراك بداوه الناس كيما في التسعينات كيف بداو ولاد صغار خرجوا دي ديموكرات خرجوا، ومن بعد جاوا الدباحين حكموا بلايصهم وهما اللي كانوا باش يديو الحكم. الحمد لله دخل الجيش الوطني الشعبي ولاد الرجال وما خلوهمش يحكموا البلاد باش يرجعوها في افغانستان، ما خلوهمش. بصح ما خلوهمش بقداه لو بري، 200 الف قتيل و16 الف ولا 20 الف اللي خطفوهم صحاب هذا السيد اللي كان يهضر دركا، اللي نورمالمون مازال يهضر كيما هكا ومازال يقول نورمالمون كون كانت دوله قويه واحد كيما هذا راهو في السجن، واحد كيما هذا راهو في السجن. مدني مزراك اللي قتل قال قتلت ومحكم تاع واش يقولوا واحد ميليتار ونحيت الكلاش تاعه وقتلته، هذا نورمالمون يضرب فيها 25 سنه. الدوله ضعيفه ضعيفه جدا، ضعيفه. هما يستفحلوا غير في واحد صحافي ولا في واحد من يجيو تشويت يروحوا في الحبس ولا ريغلومونت كونت في بعضهم، هذا يلوح هذا في الحبس. بصح الناس كيما هذو ما ينجمو لهمش، نو ما يقدروا لهمش. واحد كيما هذا كنت تشوفوا او يهدد ويقول وراه ترجع الجبهه وذاك، وبدات ترجع باسكو الناس على واش يقول لك انا خلي يرجع كيما كان، واحد هم واحد نهرب تحت كيما يسموها راح تخلع خلينا نهربوا تحت السميري تحت الدخان وخلاص. ايوي ما يقولكش باكزومبل، خاطرش لو كان الناس هذو حاكمين اللي حكموا البلاد حابين يعيشوا في البلاد ما يخليوش واحد كيما هذا يتكلم، مادام هما يحبين على بالهم بلي راهو جاي نهار وين يخليها ويزفت كيما راحوا جماعه الاخرين الكل. جماعه اللي كانوا وين هماك، جماعه اللي في ليبيا وين هماك، شنو كان واحد في ليبيا دركا والله لا يتسعى واحد، كل في الماريكان كل في اسطنبول كل هربوا كل في الكوفا ليبيا وهربوا كل. هذو اللي جاوا زعما ينحيوا يقتلوا القدافي ويحكموهم على ليبيا، وين هماك؟ حتى جماعه اللي نتاعنا حنا راه ما يقعد حتى واحد، غدوه كيما قال الواحد تفلق البلاد يهربوا كل. يهربوا كل واحد لا يبقى، كل موجودين رواحهم باش كل واحد عنده بلاصه وين يجي اكل، او غير الغاشي مسكين اللي تطفر فيه. على كل حال ربي يستر بالك، من يكون ربي يجيب حاجه كيما جاب المرض هذا وما خلاش هذو الدباحين هذو يزيدوا يعاودوا يرجعوا للساحه، باسكو حبسهم الساعه هذه المرضى وحبسهم الكورونا، راهي فيها الداء وفيها الدواء. الداء هو قتلت ناس ربي يرحمهم، والدواء حبست الارهابيين هذو ما خلاتهمش يكملوا في الحراك نتاعهم، خاطرش كان الحراك هذا راح يخش بعضاه وتولي الدمومات تسيل وتولي نوليو للتسعينات. هاو حبسها الساعه هذه، مي كيفاش حتخرج ما على بالناش، نتبعوا ونكملوا نتبعوا هذا الحوادث هذا ولا حيا كيف اسمه واش راح يصرى ونشوفوا. دونك نقول لكم تصبحوا على خير، غدوه ان شاء الله نرجعوا وحنا ما نسكتوش، خطاش الضمير تاعنا ما يسمحلناش نسكتوا، والجزائر راهي كيما قال واحد راكده فوق بركان، لالجيري دور سور ان فولكان، دونك اون بو با سو تير. On va parler, même si on ne fait rien du tout, mais on parle. Je vous dis de passer une très bonne soirée. Bonne nuit à toutes et à tous. Qu'est-ce que vous dites maintenant ?